صباح النور للناس، ان شاء الله يلقاكم لا فيديو ديال اليوم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي تدوزوا معايا نهار كامل كيف ما شفتوا. وجدت الفطور وقبل ما نقلت نفطر البنات شعلت على الطاجين، بغيت ندير طاجين ديال اللحم بالخضره، وراكم عارفين اللحم كيشد الطياب. وجدته وخليته كيطيب على راحته. المهم هذا النهار نهار ديال الحد، غدوزوا معايا نهاري كامل. اي حاجه درتها راني غادي نبارطاجيها معاكم البنات. دابا غادي نمشي نصايب شعري في الصالون. شعري وحجباني، حجباني شحال ما قصتهمش، كنخليهم يكبروا مزيان باش فاش كنصايبهم كيبانوا. دابا راه عصورة كبروا ليا، راه ما تيبانوش وما بقيتش كنصايبهم راسي حيتاش كندخل فيهم. صافي كيف ما قلت لكم شي نصايب حجباني، نصايب شعري حيتاش في العشيه غادي نخرجوا. الطويجن ديالي راه كيطيب، سمير راه في الدار راه هو يقابلولي. دابا غنوريكم شنو كندير لشعري قبل ما كنصايبو. المهم اول حاجه البنات، البنات اللي شعرهم ناشف خذوا هاد بديل الزيت، هذا ديال لافوكا ديال التخادو، زوينه البنات. كنديرو على شعري وهو فازق، منين كنصايبو كيخلي الزغبه هابطه، هادشي اللي كيدير. انا ما كنديروش على شعري كامل، كنديرو غير من التحت. وثاني حاجه درت هاد السيروم هذا ديال إلسيف، هذا كيحمي من الحراره ديال السوشوار وديال البلاك. صافي البنات، وغادي ندي معايا هاد السيروم هذا باش فاش تصايب لي شعري ندهن به. وصافي هادشي اللي كاين. المهم انا غادي نمشي وفاش نرجع انا معاكم البنات. لقيتوني جيت للدار، المهم جيت صايبت شعري وصايبت حتى حجباني. حجباني قلت البنت عافاك طراسيهم ليا، وعندها الطراساج مغلوق، داكشي باش كيبانو مغلوقين راه نقصت منهم، دابا نزيد نمسحهم. المهم كومونديت واحد الروايح، كومونديتهم نهار الجمعه، وصلوني البارح ليا، وخديت حتى ريحه لسمير. راكم عارفين دابا عيد الحب. صراحه شوفوا، بلا قناه بلا تصوير بلا حتى حاجه، انا كيعجبني بحال هكا ناخذ له كادو وياخذوا لي، زعما بلا تصوير بلا حتى شي حاجه. المهم بقيت حيره اش غادي ناخذ، عرفتوا. تلفت وعاد سمير ذوقوا في الروايح، ذوقي انا في الروايح ما كيعجبوش، ذوقوا شويه صايف في الروايح. عرفتي خديت له واحد البارفان، يعني درتها في يد الله وحمقاته يا البنات. راه وصلوني البارح وجربتهم البارح، راه صورتهم لكم البارح، انا غادي نوريهم لكم، غزالين يا البنات كيحمقوا. المهم قبل ما نوريكم الروايح نقول لكم شنو البروغرام ديال هذا النهار. اول حاجه البنات غادي نخرجوا، واقيلا غنمشيو شي قهوه نتقهواو فيها يمكن، المهم مازال ما عرفناش حيت عرفتوا عندنا بزاف ما يدار. واقيلا غنمشيو لشي قهوه، من بعد غنديو الولد الكاطمه اللي كنت ما عجباتنيش، مازال ما رديناهالوش، نديوها له. وباغا ندوز عند الولد صاحب سمير اللي كناخذ من عندو الماكياج، بغيت ناخذ غير شي حاجه ثقلالين صراحه ناقصيني. ومن بعد وقيله غادي نمشي مع سمير يشوف له نضيدرات، ومن بعد غنمشي ناخذ واحد الحاجه للبيت، البيت ديال النعاس، ولكن ما غنصورهاش معكم كيف ما قلت لكم صوره معكم حتى في حتى لا فيديو ديال زعما فاش نجيب بيت النعاس. راه يلاه بدا لينا فيها البنات، راه ما بقى والو ان شاء الله ونجيبوه. وصافي هذا ما كان غير، وما عرفتش واش نخليه حتى نكملو كامل عاد نوريه زعما نبارطاجيه معاكم، ولا صافي يعني داكشي اللي صايبت فيه نبارطاجيه معاكم. المهم راه مازال تالفه مازال حيره، هو راه يلاه بدا لينا فيه، يعني ماشي بزاف باش غادي يوجد. صافي هذا هو البروغرام ديال هذا النهار، غادي نحاول نصور معاكم شي حاجات وهادشي اللي كاين. دابا البنات نوريكم العطور اللي انا خديت، وعاد من بعد نمشي نحط الغدا. المهم بعدا نوريكم راه صورتهم البارح فاش وصلوني، وعاد نعطيكم الرأي ديالي فيهم.
هما البنات لي البارفان ديالي كيف ما قلت لكم وصلوني البارح وحليتهم البارح وجربتهم البارح وعرفتو كنقول غير فوقاش غادي نبارطاجيهم مع البنات شي حاجه اللي اكثر من زوينه والله القاسم. المهم انا غادي نعطيكم رأي صريح في كل وحده وشوفوا البنات الا كان كيعجبكم الذوق ديالي خذوا هادشي هذا على ضمانتي على ضمانتي انا متاكده انهم غيعجبوكم كيف ما قلت لكم انا راجلي شويه الذوق ديالو معقد في الروائح تقريبا منين تزوجنا كنت خديت له جوج ديال لي بارفان ماشي ديال لاطافه ما عجبوهش والله قسم كيبقاو غير محطوطين يعني الذوق ديالو شويه معقد وحتى فاش كنخرج معاه مثلا وكنمشيو هكا ياخذ لي شي ريحه وكنختار معاه داكشي اللي كيعجبني ما كيعجبوش في الروائح ديال الرجال. المهم بقيت حيره شنو غادي ناخذ ليه قلت غادي ندخل عند لاباج ديال نواره هي اللي نيت كنت خديت منها يارا وفخر لطافه كتبيع العطور العربيه ديال لطافه الاوريجينال البنات ما تخافوا من حتى شي حاجه واكثر حاجه كتعجبني حيتاش عندها مصداقيه العطور زعما اوريجينال زائد الاثمنه خياليه البنات الاثمنه الزوينين قلت لها شوفي بغيت ناخذ لراجلي شي ريحه ولكن راجلي شويه ذوقو معقد الا قدرتي تعاونيني هو ما كيبغيش الروائح اللي كيكونوا قاصحين قالت لي شوفي هاد اسد كياخذوها بزاف ديال البنات من عندي قلت لها صافي واخا. المهم البنات البارح حليتها عطيتها له بصحته وراحته يستاهل ما اكثر البنات والله يستاهل ما اكثر الريحه راه قليله في حقه. المهم عطيتها له حمقات ودار منها كل مره كيقول لي هاد الريحه غزاله البنات شوفوا بعدا كيفاش كتجي تاخديها كادو ماشي بالضروره الا ما كنتيش مزوجه تاخديها كادو لباباك لخوك اي واحد لراجلك شي حاجه اللي ماويه وما غاديش تحشمك ها نتوما شوفوا كيفاش كتجي من الداخل بحال الشكل ديال يارا البنات بحال الشكل ديال شوف غزاله 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 حمقتني ريحتها البنات واحد الريحه زوينه عرفتوا انا غادي نخلي لكم لي نوت ديالها الا لقيتهم ريحتها غزاله بحال فيها شويه ديال العود وداك العود الحلو مع شويه ديال الفاني ريحتها كتحمق البنات ريحتها كتسطي شوفوا الا كان كيعجبك ذوقي خديها ديال راجلك الثمن ديالها 170 درهم تستاهل البنات وانا علاش كيعجبوني هاد الروائح ديال لطافه لان كيكونوا فيهم الاثمنه الزوينين يعني ما كتلقيش هكا مثلا شي ريحه واصله ل 400 درهم ولا 500 درهم نهائيا البنات عندهم العطور يعني الاثمنه جد جد مناسبه واوريجينال وما كديريش الحاجه وكطير كتبقى شاده البنات شوفوا ها نتوما كيفاش كتجي انا حمقاتني وحتى هو حمقات والله القاسم غزالة 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 هادي راه ما تحشمكش فن البنات وشوفوا يعني الاذواق تختلف انا قلت لكم الا كان كيعجبكم ذوقي وكانوا رجالاتكم النوع اللي ما كيبغيوش الروائح اللي كيكونوا قاصحين خذوا له هاد الاسد هادي البنات ديال هاد الوقيته ديال البرد ولكن راه عندها بزاف ديال العطور يعني عندها بزاف ديال الاختيارات تقريبا عندها الروائح ديال لاطافه كاملين يعني غير دخلوا لاباج ديالها واختاروا اللي بغيتوا واكيد البنات ما يمكنش ننسى راسي انا كيف ما قلت لكم ولا مؤخرا كيعجبوني بزاف بزاف هاد العطور ديال لطافه غنوريكم شنو خديت ليا انا خديت ليا انا واش غادي نقول لكم ندمت لي ما خديتهاش من شحال هادي والله القاسم ولات كطلع ليا في تيك توك بزاف كلشي كيشكرها كلشي كيشكرها قلت اجي نجربها هي هادي البنات سميتها اوبيلانت ميوس كنتمنى نكون قلتها هي هاديك البنات اش غنقول لكم ريحتها كتحمق ندمت لي ما خديتهاش شحال هادي بعدا شوفوا كيفاش كتجي في الشكل هماوية هذا خصك تاخديها لراسك تاخديها لماماك لصاحبتك تاخديها كادو خديها لراسك شوفوا كيفاش كتجي عرفتوا كلاس وهماوية شوفوا غير الشكل كيفاش داير اما ريحتها كتحمق شوفوا لكن كيعجبكم ذوقي غتاخدوها على حسابي ريحتها زوينه البارحه البنات فاش حليتها الشمه الاولى اللي غادي تشموها غتجيكم قاصحه ياكو وغتجيكم ريحتها في شكل ولكن فاش كديريها وكتبرد ناري البنات على ريحه راه ما يمكنش واحد الريحه كيفاش دايره حتى ريحتها كتحمق ريحتها بودغي فيها ريحه المسك ريحتها زوينه واقيلا فيها حتى الفاني ريحتها غزاله يا البنات شوفوا الاول مره الاول مره غادي ناخذ شي بارفان ياكو وغنديرها على راسي وغنشمها في راسي
وغادي نديرها مثلا بالليل وغنفيق الصباح وغنبقى كنشم ديك الريحه. اقسم بالله لاول مره. تخيلوا معايا درتها البارح في الليل في البيجاما اللي كنت لابسه، جالسه وكنشمها في راسي. عرفتوا سمير قال لي زكيه اش هاد الريحه، هاد الريحه راه كتحمق. فاش فقت في الصباح الريحه مازال في بيجامتي. شوفوا البنات، ولا قلت لكم الثمن اللي دايره نواره غادي تصدموا. شحال الثمن ديال هاد البارفان؟ ما بين 160 درهم 150 درهم. هذا هو الثمن اللي غادي تلقاوه في دي باج اخرين، وهذا هو الثمن اللي غتلقاوه عند تمالي الماكياج، ما بين 160 درهم 150 درهم. شحال دايره لها هي؟ 130 درهم. شوفي غير ما بغيتيش تعطري وما بغيتيش تهلايلي في راسك وما بغيتيش تكون فيك ريحه ديال الانوثه، انا هذه جاتني ديال هكا ديال شي مره اللي كتكون كلاس البنات. حمقاتني وهذه ما بقاش كنستغنى عليها. واعره وهي اللي غادي ندير اليوم فاش غادي نكون خارجه ريحتها كتصطي. وثالث حاجه خديتها ليا انا البنات، كيف ما شفتو ديك المره كنت خديت من عندها البارفان ديال فخر لطافة، وما كانش كيسحب لي بلي فخر لطافة فيها ديك الريحه فنه عرفتو كتحمق ياكو. حمقاتني وانا ناخذ حتى ديال الشعر ريحتها غزاله يا البنات. شوفوا انا غادي نحلها معكم حتى هي. شوفوا بعدا شاد العطور ديال لطافة كلهم في الشكل كيجيو زوينين ومماويين. لا اما خديتيها لراسك غتعجبك، خديتيها كادو لشي حد ما غاديش تحشمي معاهم شي حاجه اللي مماويه ريحتها كتحمق. عرفتوا البنات عرفتوا ما كرهتش شي حاجه اللي هكا نعطيكم تشموا تردوا عليا الخبر وانا مأكده انها غادي تعجبكم. عرفتوا ريحتها حلوه، ريحتها غزاله يا البنات. كنت غادي ناخذ يارا ياكو، وانا نقول شوف ناخذ فخر لطافة ومن بعد عاد ناخذ يارا. ريحتها غزاله. شحال البنات هاد البارفا كدير؟ 130 درهم. ادخلوا لي باج غتقول لك 130 درهم، غتمشي عند مالي الماكياج اللي كيبيعوا نيتا هما عطور ديال لطافة اصليا غادي يقول لك 130 درهم. شحال دايره لهم؟ دايره لهم 100 درهم. راه ميمكنش البنات، راه غير ما بغيتيش تهلاي ليا في راسك. شوفوا انا هاد العطور اللي خديت كيف ما قلت لكم خذوهم على ضمانتي، وقالت لي البنات اللي غيدخلوا من طرفك هادو هما الاثمنه اللي غادي ندير لهم. يعني لا دخلتي وقلتي لها انت من طرف زكيه 130 درهم غتديها ب 100 درهم، 150 درهم اولا 160 درهم غتاخديها ب 130 درهم. قولوا لي دخلت عليك بالله واش هادي ديال 130 درهم؟ راه تستاهل اكثر. عاوتاني البنات ديك البارفان ديال الرجال ديال اسد حتى هي ريحتها زوينه شي حاجه اللي شوفوا دخلي اختي لاباج ديالها غتلقاي عندها بزاف ديال العطور. اختاري الروايح اللي انت بغيتي كان كيعجبك ذوقي، خدي هادشي اللي انا خديت. تقدي تاخدي حاجات اخرين عندها العطور ديال لطافة كاملين، قولوا لها نتوما من طرفي غدير معكم اثمنه جد مناسبه. بالنسبه للتوصيله البنات كل مدينه وشنو يعني كل مدينه والتوصيل اللي على حسب البعد ديال المدينه، ولكن الا خديتي ثلاثه ديال العطور غادي يكون التوصيل فابور. يعني مثلا سواء تاخديهم انت واختك او لا تاخديهم حتى مثلا كيكونوا صحابات كيبغيو ياخذوا روايح باش هكا التوصيل كيطيح عليهم ناقص، دابا التوصيل غيطيح عليكم فابور. ولا كانوا عندك الفلوس الله يلي فراسك خدي ثلاثه ديال العطور التوصيل غادي يكون فابور، خديهم بصحتك وراحتك. ولا خديتو شي حاجه خليو ليا في التعليق كيفاش جاكم وكيفاش جاكم الذوق ديالي. وانا هاد لاباج ديال نواره البنات حيت شويه خديت منها داكشي باش زعما نعاود ناخذ من عندها مره اخرى لان عندها داكشي زوين، ما بغيتش نبدلها الصراحه ديال الله. وزائد الاثمنه اللي كدير عرفتوا راه جد مناسبه، راه غتدخلوا لي باج اخرين وغتسمعوا الاثمنه على ودنيكم، راها مرخصه الاثمنه بزاف وبصحتكم وراحتكم. ومشيتي نحط الغدار جاني الجوع. باش نتغداو ونخرجوا الطاجين خليته يبرد واحد شويه ها كيفاش جا. درت هنا شويه ديال هاد الشلاضه ديال الفلفل ومطيشه، الصراحه انا ما كناكلهاش درتها غير لسمير، وحطيت هنا شويه ديال الزعلوك وصافي غنتغدى ونمشي نوجد راسي باش يلاه يقدني الوقت باش نخرجوا حيت كما قلت لكم عندنا بزاف ما يدار. فنات لقيت راني لبست حويجاتي، غير سمحوا لي ما وجدتش راسي معكم غير باش ما نتعطلش. المهم لبست الكيرت مانوار اللي كنت وريتكم، عرفتوا جات في لبسه زوينه ومريحه الصراحه ديال الله، ومع غنتمشاو شويه صافي لبستها. درت ماكياج عادي البنات، ماسكارا الفوندو اللي كندير كتسولوني عليها هذه خفيفه على البشره بحال ما دايرين والو.
درت شويه ديال البرونزر هو اللي وليت كنديرو على شكل فراج وعكيكير صافي، ما بغيتش نكثر في الماكياج. دابا البنات غادي ندير هاد البارفان لشعري، غنديرها في المشيطه ما نديرهاش لشعري نيشان بحال هكا. الله يا بنات الله ريحه النقاوه صافي. وغادي نمشط شعري بحال هكا، عرفتوا البنات ريحتها كتحمق كتحمق. شوفوا غادي نخلي لكم الانستغرام ديالها وغادي نخليه لكم حتى في صندوق الوصف، غادي تبركوا على داك اللين غيديكم نيشان للانستغرام ديالها. وكيف ما قلت لكم غير قولوا لها نتوما من طرفي باش دير معكم هاد الاثمنه اللي نتا انا خديتهم بيهم. وغادي ندير هاد البارفان، وخا صراحه انا لابسه سبور وهذه كلاس، ولكن غنديرها حيتاش الله حيتاش فن فن صافي. الكبيدات انا دابا واجده كما قلت لكم، ناري دخلت ليا فمي، لبست هاد الكاتمه، لبست برديله في الكحل فيها البيض وغنهز شويه في الكحل صافي، ندير الديدرات ديالي ونخرج. المهم الا مشيت لشي بلاصه هانتوما معايا. البنات تسين بالماكياج، خديت شي حاجات ملي دابا نشاركهم معاكم صافي. دابا جينا لهاد القهيوه نتقهوى ومن بعد عاد نمشيو نقديو شغالاتنا وصافي. ها نتوما معايا. المهم انا خديت غير البريد ديال اتاي، وسمير خدا كافي كافي. سخنت ريحة اتاي غدا زعما ريحة النعناع. البنات جينا جيت زعما جينا لهاد القهوه غير على قبل بتي بان عندهم غزال. شوف شوف غزال. سميرة واش خديتي هذيك خاويه هكا؟ لا لا السكر بزاف. واو البنات مو فين كنمشيو القهوه اخرين كنشدو هكا بتي بان، هادشي اللي كيكون زوين اما كيكون بارد اما لاوي، عندهم بتي بان واعر. البنات لقيتوني دخلت للدار بدلت حويجاتي، بعدا عندي بزاف ما يدار صراحه في الدار، داكشي باش غنحدث لكم على الفيديو هنايا. المشتريات اللي خديت لا فيديو الجاي غادي نوريهم لكم، خديت شي حاجات وبصات صراحه كانوا ناقصيني وصافي. هادشي اللي كاين دابا، غادي نغسل وجهي نمشي نقضي شغالاتي، غادي نقول لكم تصبحوا على خير ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.